اهلا اهلا يا سكر، قديش تقتلكن؟ قديه عن جد حاسة حالي هيك بعيدة عن حالي، صار لي فترة. الحمد لله، الحمد لله اني رجعت، الحمد لله قدرت اصور، الحمد لله انه الله قدرني ارجع لهي الشغلات اللي كنت مفكرة انه هي شغلات عادية، وانه هدول انه التصوير والمونتاج والتعب اللي بتعبه كرمال اليوتيوب شيء لا يعني قليل كنت حسه ولازم اتعب اكتر. بعدين لما فقدت الشغف وما عاد قدرت اني صور وتعبت نفسيتي بالفترة الماضية، حسيت بقيمة او بكمية الجهد اللي كنت عم اعطيه لليوتيوب. ف الله يقدرني اني استمر، الله يقدرني اني كفي. بحس هذا المكان هو مكاني، بحس انه انا بحب احكي معكم، بحب اعطيكم هيك طاقات حلوة، طاقات انا بحاجة حدا يعطيني اياها. فاحيانا حلو انه نحن نعطيها، لانه اكيد مثل ما انت بتقدم رح تاخذ. قد ما بقلكن انه الشهر الماضي كان صعب علي، والله ما بتصدقوا، كتير صعب من كل النواحي. بداية بالظروف اللي عم تمر فيها البلاد، ختاما بالهيك الظروف الشخصية اللي عم بتصير بحياتي. يعني هذا الشهر هيك شلون لما بتقولوا انه بتجيكم كل الهموم من كل الجوانب بنفس الوقت، انا هيك صار معي. بس الحمد لله على كل حال، طبعا تعبت وكتير تعبت وكتير يعني هيك حسيت غمامة سودة ما راضية تزيح، بس ولساتها لساتها موجودة معي، يعني ما راحت. بس قلت لحالي الغمامة هاي او الغيمة السودة موجودة موجودة، بس بدي ضل عم ابكي وقاعدة ومكتئبة وبعيدة عن كل الناس وعن كل شي بحبه، ما رح استفيد شيء او ما رح اقدر انا اعطي شيء. رح احس بالعجز اكثر واكثر من العجز اللي انا حاسه فيه اساسا. هو امتى الواحد بيكتئب؟ لما بيكون ما قادر انه يعطي او يحل الشغلات اللي عم بتصير حواليه. لما تكون الشغلات خارجه عن ارادتك، فعن جد بتحسوا انه انه انتو هيك محصورين بزاوية الاكتئاب. فانا اليوم او يعني صار لي يومين مقررة اني لا، لازم اقوم ولازم اتحرك. وبجوز اساسا كل الاخبار اللي عم بتصير حوالين العالم والشغلات السلبية اللي كتير عم يركزوا عليها وينشروها هي بس لحتى تخلينا نحس بالعجز اكتر واكتر. فانا لهيك مثل العادة عكس ما هن بدهن، لازم انا اكون اقوى وكون قادرة اني اعمل شيء ولو كان شيء بسيط. المهم اني ما ضلني واقفة مكاني وعم بتفرج. اخذني الحديث وما قلت لكم عن الفيديو. انا اليوم علي اني اشتري احذية للولاد شتوية، كمان علي اني اشتري اغراض للبيت لانه عن جد البيت فاضي. وقلت انا مبارح هيك قلت لكم اني تحمست، صار لي يومين هيك متنشطة الحمد لله يا ربي الله يقويني. نظفت البيت كله وما في احلى من شعور انك تنظفي البيت وتاني يوم تجيب الاغراض اللي ناقصتك. شفت شو ناقصني؟ كتبتهم هيك بنوتس على الموبايل وبعدين رحت جبت كل شيء كان ناقصني، وهلا قاعده عم رتبهم معكم. شفتوا مثل ما شفتوا شويه فواكه وخضره، وكمان هون عندي زبده مثل العاده. انا بجيب الزبده النوعيه هي الزبدة الحيوانية مو النباتية. الزبدة النباتية ابدا ما أنا مفيدة صبايا، مثل كأنه زيت نباتي يعني مثل ما بتعرفوا كتير مضر. اما الزبدة الحيوانية اللي بيكون مكتوب عليها انه فوق 50 أو 75 يمكن بالمية من شو بيكون مكتوب عليها، هي السوت بالتركي يعني كأنه هيك قشطة الحليب، تمام.
هاي بتكون الأصلية، هاي بتكون المفيدة، هاي بتكون اللي بتغذيكم وبتغذي أولادكم. فبنصحكم إنكم تجيبوها، صح أغلى من الزبدة العادية بس بتستاهل. أنا مثلا هذا القالب عندي بقطعه بهذا الشكل بشكل مكعبات، أنا كل مكعب بكفيني مثلا إذا بدي أقلي بيض أو بدي أعمل بانكيك هيك يعني. إذا كان بدي طبخة بحط مكعبين يعني حسب رز او هيك شي يعني. فبحطهم كلياتهم بقلب حافظة وبحطهم بالثلاجة الفريزر تمام، وبخليهم، وكل ما بدي بطلع قطعة وبضلوا ما احلاهم لاخر الشهر. اما لما نحطهم بالبراد ممكن مع الايام تتغير طعمته. فانا جربت طريقة الفريزر وهيك اخترعتها وحسيتها التوب، وبنصحكم انكم تجربوا رح تستفادوا كتير. ويا صبايا بالنسبة للمنتجات والأغراض اللي نحن عم نشتريها، نحن كستات بيوت وأمهات أو بنوتات بالبيت، فينا نعمل شغلة إنه نقاطع المنتجات اللي بتدعم إسرائيل. على فكرة، أو قبل اللي على فكرة، بدي إياكم تكتبوا لي تحت بالتعليقات شو المنتجات اللي قاطعتوها وشو استبدلتوها لحتى كلياتنا نستفيد. تمام، انا بحس انه اذا كتبنا انا رح استفيد وانتو كمان رح نستفاد من بعض. بشو استبدلتوها هيك اعطوني فكرة. انا والله صار لي فترة منيحة ما عم شوف اخبار، بعدها كتير عن السوشيال ميديا، لحتى بس هيك ركز على حياتي، ارجع هيك فوكس على الاحداث اللي عم بتصير بحياتي لحتى اقدر اني ضل مسيطرة نوعا ما شوي على مشاعري، على عقلي، على الواجبات اللي علي. فهي الفترة صح أنا بعيدة عن الأخبار، بس قلبي والله قلبي وعقلي معهم. عرفتوا علي؟ أنا حدا طلع من الحرب، أنا سورية من محافظة الجولان، الجولان اللي مع إسرائيل من زمان. فما بعرف إذا كتير يعني كتير حاسة فيهم، أنا مثلهم. فعشت الحرب، عشت الحصار، عشت الضرب والقصف بكل أنواعه، عشت أيام ما بيعرف فيها أو ما فيني إلكن يعني، ما في حدا يحس فيها إلا اللي عاش فعلا وما بيعلم فيها غير رب العالمين. لما أشوف حرب بأي مكان بتذكر هذيك الأيام. صح بهذيك الأيام كنت كتير قوية وكان إيماني كتير قوي، بس النتائج والصدمات بتطلع بعدين. هيك أنا سريع يعني، بسرعة إنه بكتئب، بسرعة بتضايق، كتير بتحسس بهذا الموضوع، موضوع الأمان. الشي اللي صار خلاني أتذكر أنا ليش إجيت لهون على تركيا، وقديش أنا بنعمة إنه أنا وولادي الحمد لله حاليا بأمان، مع إنه بفترة اللي أنا كنت حامل بابني الكبير ما كنت ابدا بامان. هو الامان بالله، بس انه كنت بمثل وضعهم حاليا، عرفتوا علي، بانه باي لحظه ممكن موت. فالحمد لله انه هلا نحن بامان، وهي نعمه كتير كبيره من رب العالمين. لازم كل يوم وكل ثانيه نحمد الله على كل نعمه نحن عايشين فيها، على الدفى، على انه نحن مو جوعانين، انه اولادنا بامان، انه نحن كل شيء. والله الحمد لله رب العالمين. المهم مثل ما شفتوا رتبت اغلب الاغراض لما باماكنهم يعني، كان بقيان لي كم غراض رتبتهم. في شغلات صراحه ما رتبتها على الكاميرا يعني، هيك كنت مستعجله سريع سريع. قلت لكم عن جد ما كان يعني بالغصب عم هيك انه لا بدي ارجع لهذا جو التصوير واليوتيوب، عرفتوا علي. هو صح ما في هذا الدعم الكافي والحماس، وانه ما عم تكبر قناتي، بس انا في عندي امل وبدي يعني بدي ضل محافظ على هذا الامل، لانه هو اللي هيك بيعطيني طاقه حلوه. كل شيء هيك بيعطينا طاقه حلوه تمسكوا فيه صبايا حتى لو كان بعيد. الله كريم. هون عم فرجيكم هاي الشكاله جبتها، حسيتها كتير حلوه، دارجين هلا كتير. ورتبت كمان، جبت هيك زهورات، جبت البابونج كتير سمعت انه منيح للكولون العصبي، جبت كمان زهورات اسمها البردقوش كمان ظريفة. وهون كنت جايبة فاصوليا خضرة غسلتهم، حطيتهم بقلب المصفاي، غسلتهم كتير منيح، وبعدين
فرمتهم وقلت لحالي اني بدي اعمل رز بشعرية وحدا فاصوليا خضرة. كانوا عندي رفقات ابني صغار يعني، ايه، وهيك تغدينا كلياتنا سوا. وبعدين انه خلص ما عاد احسن اتصور صراحة، انه ضلتني قاعدة مع الاولاد ودايرة بالي عليهم. ويا صباح الخيرات من تاني يوم، صباح الأمل بالله. اليوم هيك هذا فطوري سريع سريع، أخي عمل كوكتيل موز وحليب ويمكن حط له معلقتين شوفان، فهي المج الكبيرة جايب لي اياها قال لي اشربيها. هلا اول شي ما علينا من صوت الجيران اللي دائما طالع، بس بدي احكي لكم انه سلقت المعكرونه، ما سلقتها سلقه كامله تقريبا يعني 3 ارباع السوا. وهون في عندي البقدونس كمان فرمته، تركته ينتقع شوي بالملح. وشو كمان، هلا رح احط اللبن بالطنجره على الغاز و نطبخه يعني مثل الشاكريه تماما. وكمان ايه، حطيت اللحمه، تعالوا افرجيكم اللحمه. ما عندي غطا لهي الطنجرة، لحمة حطيت معهم بصلة صغيرة مفرومة وبس، تركتهم هيك يتقلوا تقريبا استوى. هلا رح اطفي تحتهم. هلا في طريقة اسهل لنعملها، رح اقول لكم اياها بس لخلص، بس انه هي الطريقة هيك بتطلع مدللة اكتر. رح ضيف مية السلق اللي زادت من المعكرونة فوق اللبن، بحيث يكونوا الاثنين فاترين بنفس درجة الحرارة لحتى ما يفرطوا اللبن. وحركهم مع بعض، يعني بدل ما احط نشا او بيضة مثل لما كنا نعمل الشاكرية، لا، مية السلق تبع المعكرونة بتطلع كده. هلا كمان رجعت نزلت المعكرونة، رح ضل هيك كل شوي حركهم شوي مشان ما تفرط اللبن، يعني مثل الشاكرية تقريبا. هلا هون البوت اللي جبته بالاول لاسلام طلع صغير، فاضطريت ارجع اطلع انا والاولاد على المضمون يعني ارجع اشتريهم، واشتريت لهم هدول يعني بدلت لهم اياهم بهدول وهن اختارون. وتذكروا دائما انه ليش اللي بنضل بنقوله، ليش عم يصير معنا هيك، وليش نحن، والميت ليش اللي بتمرق على راسنا، انه جوابها عند رب العالمين اللي هو أكرم وألطف وأرحم الراحمين، وكل شيء عم يصير بإذن الله لخير إن شاء الله يا رب، والحكمة. هو أدرى، هو أرحم ألطف فينا يعني من أنفسنا حتى.
هلا هون كنت عم باكل هاي البسكوتة فمكتوب عليها انه السكر اللي فيها نوعا ما طبيعي، فحسيت انه هيك الواحد ضميره بينبو كتير، يعني هو عم ياكل حلو او مشتهي على حلو. بس والله صبايا لهون بكون وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم. هاليومين كمان في فيديو جديد ترقبوا، ما تنسوني من اللايكات ومن دعواتكم الحلوة، ولكم المثل يا رب. مع السلامة.